جبال القدس بدأت الرحلة. جسمي معي غير أن الروح عندكم، فالجسم في غربة والروح في وطن. فليعجب الناس مني أنني بدنا لا روح فيه، ولي روحا بلا بدن. 1,400,000 فلسطيني هجروا من بلادهم، تركوا أحلامهم وكسروا فخار ذكرياتهم، تركوا أرواحهم ضايعة بين أشجار الزيتون والبيوت المهدمة على أمل أنهم يرجعون. وأخوي أحمد كان بيدرس عن هاي القرى والبلدات الفلسطينية بالمدرسة. لفتت انتباهه قرية لفتة، رجع على البيت حكالي عنها بشغف بطريقة حلوة. ناقشنا وتحاورنا وقررنا أن نزور هاي القرية الشامخة والصامدة على جبال القدس. وبعد محاولات كتيرة حصلنا على تصريح للدخول لهاي القرية، بس للأسف علي كان يعاني من ألم شديد في رجله فما قدر إنه يجي. بس أنا روحت وبلشت صور الفيديوهات بالموبايل، صورت رائحتها، رائحة عشبها وترابها ورائحة بيوتها القديمة. رجع أحمد على البيت ورجعني الصور والفيديوهات، صدمت. حطينا خارطة فلسطين قدامنا وبلشنا نرد بهالقرى، قرية على قرية، لقيناهم 535 قرية فلسطينية مهجرة. رجعنا نشتغل على فيديو لفتة، كتبنا النص، سجلناه ومنتجناه ونشرناه. بعدها بأيام أجتنا فكرة إنه نصور الأماكن التراثية الجميلة في فلسطين. بس كان السؤال كيف راح نصور؟ كيف راح نروح وكيف حنيجي؟ وين حننزلهم أصلاً؟ طبعاً وإحنا صغار كنا نعشق التصوير وعمل الفيديوهات، بس الطريقة بسيطة. وبفيديو لفتة صار لازم نتعلم باحتراف، تعلمنا لحالنا وحضرنا محاضرات أونلاين لحد ما صرنا قادرين على صناعة محتوى قوي ومفيد بناسب كل الأعمار اللي راح تحضرنا. وعشان نبدع في فيديوهاتنا قررنا نتعلم فن الإلقاء ومواجهة الكاميرا، كيف تكون إطلالتنا رائعة وكيف نوصل فكرة معينة للمشاهد من خلال لغة الجسد. وبعد التدريبات المكثفة والأيام الطويلة من العمل المستمر حققنا هذا الإنجاز. صرنا قادرين إنه نعمل فيديو احترافي يوصل فكرة معينة للمشاهد. عملنا كثير من المقابلات مع المحطات الدولية والمحلية، انطلقنا على مواقع التواصل الاجتماعي، شافنا 35,000 شخص. كنا عيون لهدول الناس اللي انولدوا في فلسطين أو خارجها. وصلتنا كثير رسائل حفزتنا ورفعت من ثقتنا بحالنا، خلتنا إننا نستمر ونطور هاي المبادرة الجميلة. أهمها رسالة الأسير أسامة الأشقر، بعد ما سمعنا من داخل سجون الاحتلال على راديو أجيال حكالنا: هذه فلسطين يا علي، هذه فلسطين يا أحمد، أنتم أعلام فلسطين بالمستقبل، أنتم فلسطين بحبها وشوقها للحياة، أنتم فلسطين بحبها للإبداع والريادة. وكمان عملنا 85 فيديو، لكل فيديو قصة وحكاية. احنا عارفين انه مشوار طويل وانه في 535 قرية فلسطينية مهجرة. مع انه امكانياتنا بسيطة بلشنا بتليفون وستاند صغير، واليوم وصلنا لاشي جميل، قادرين ان نسوق فكرتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان قادرين على تحقيق حلمنا بان نكون صناع محتوى فلسطيني. مبادرتنا ما صنعتها آلة، صنعتها شخصين فلسطينيين خلال عامين من العمل المستمر. نحلم بالمستقبل انه نعمل رحلة افتراضية يدخل من خلالها المشاهد بتقنية 3D على قريته، يوقف عند النبعة، يشتهي الصبار والتين والزيتون اللي على أشجار قريته. بس حلمنا ما بوقف هون، احنا كمان بنحب بالمستقبل انه نزور جميع الأماكن في فلسطين ونوثقها بعدستنا الصغيرة، نوصل قطاع غزة ونوثق الأماكن الجميلة فيه. احنا كمان بنحب مستقبلا ان نترجم فيديوهاتنا لعدة لغات لحتى توصل كل العالم وتوصل رسالتنا لأكبر عدد من الناس. وبالنهاية بدي أحكي لكم رسالة: احلموا وحاولوا حققوا أحلامكم. عملنا 85 فيديو وحققنا جزء من حلمنا وحلم متابعينا، وبنطمح للأكثر بالمستقبل. شكراً لكم.